لسه مستمرين في متابعة الانتخابات الرئاسية وتصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسية 2024. إقبال كثيف من المصريين في كل دول العالم وحرصهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في كتابة مستقبل بلدهم الغالية مصر. في الداخل كمان المتابعة بتتم من خلال غرفة العمليات المركزية، البيانات اللي بتخرج من الهيئة الوطنية للانتخابات وتصويت المصريين في الخارج. كمان يمكن على مدار اليومين اللي فاتوا، النهاردة هيكون اليوم الثالث والأخير لتصويت المصريين في الخارج، لكن المشهد أو الصورة اللي متصدرة للمشهد هي الإقبال الكثيف. المصريين حارسين كأسر كاملة مش كأفراد، يعني تلاقي الأب والأم والأولاد، حتى لو كانوا الأولاد لسه تحت سن الانتخاب، لكن الأم والأب حارسين يصطحبوهم معاهم عشان يعلموهم أهمية المشاركة في مثل هذا الاستحقاق الهام. خلونا نعرف التفاصيل أكتر وإزاي تمكين الشباب ودعم كمان الوعي عند الفئات المختلفة من الشعب المصري. الوعي السياسي عند المصريين إزاي بيفرق في حرصهم على المشاركة في الاستحقاقات الدستورية؟ معايا على التليفون الأستاذ أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. صباح الخير يا أستاذ أكمل. صباح الفل. إزاي؟ أهلا بحضرتك. يمكن على مدار السنين اللي فاتت في إصلاحات سياسية غيرت شكل ومفهوم المشاركة السياسية عند الشباب، وشفنا ترجمة ده على أرض الواقع من خلال هذا الاستحقاق الدستوري على مدار اليومين اللي فاتوا. حرص كبير من المصريين، المرأة على رأس المشاركات في هذا الاستحقاق الدستوري. إزاي الإصلاحات السياسية وزيادة الوعي بالمشاركة السياسية عند الشباب كمان كانت فارقة في هذا المشهد، خاصة لو رجعنا بالزمن مثلا لعشرين سنة فاتت كان مشاركة وهمية، كان كشوف الناخبين فيها أسماء متوفين، فالناس ابتدت كانت من 20 سنة بتعزف عن المشاركة. دلوقتي مع صدق هذه المشاركة والتصويت، الناس رجعت مرة تانية تقبل بكثافة على الاستحقاقات الدستورية. والحقيقة يعني تحية للمصريين بالخارج في كل الدول، في أكثر من 121 دولة موجود فيها مقرات انتخابية. يعني احنا لامسين في غرفة عمليات انتخابات شباب الأحزاب والسياسيين لمتابعة الانتخابات كثافات كبيرة جدا في المنطقة العربية. النهاردة متوقعين كثافات في أوروبا وفي أمريكا عشان النهاردة يوم أجازة. ومع ذلك في الأيومين اللي فاتوا، برغم تعرض كندا واستراليا وبعض الدول في أوروبا لموجة من الصقيع والثلوج، لكن برضو المصريين نزلوا ووقفوا قدام سفاراتهم و انتخبوا في فخر بالعمليه الانتخابيه والديمقراطيه. الحقيقه ده يعكس ايه للمشهد السياسي المصري في العموم او بشكل عام؟ ده بيعكس التطور السياسي الكبير اللي حصل على مدار العشر سنين اللي فاتت، وبيؤكد يعني صحه الاستراتيجيه اللي اتبعتها الدوله المصريه بالاهتمام بالمصريين بالخارج. حضرتك لو تفتكري احنا قبل 2012 كان المصريين في الخارج ليس لهم حق الانتخاب من الاساس، او ما كانوش بيقدروا يدلوا بصوتهم في السفارات، كانوا لازم يجوا مصر عشان يدلوا بصوتهم. اهتمام الدوله بالتواصل مع الجاليات المصريه والاستماع الى ارائهم، ثم النص على وجود تصويت، كمان ممثل مش حق التصويت بس، ده كمان وجود ممثلين للمصريين بالخارج في البرلمان في مقاعد محدده في القائمه، فده برضو كان تطور. التطور الثاني والاهم هو فكره المبادرات الاقتصاديه والاجتماعيه اللي قدمتها الدوله المصريه للمصريين بالخارج، واحساس المصريين بالخارج ان هناك جسر حقيقي بني ما بين الوطن الام وبين كل مصري موجود مقيم في الخارج. الحاجه الاهم استحداث وزاره لشؤون الهجره والمصريين بالخارج، ده ادى اتصال مباشر، ويمكن الحكومه المصريه كانت موفقه في يعني اختيار وزيرتين متتاليتين عندهم نشاط كبير جدا، السفيرة نبيلة مكرم أو السفيرة سهى الجندي الوزيرة الحالية، في تواصل دائم ويعني مستمر. الحقيقة أن ده كل ده مبني على مواقف قدمتها الدولة المصرية للمصريين بالخارج في اللحظات الحالكة. لو نفتكر فيروس كورونا لما جه وبعض المصريين اللي كانوا موجودين في بؤرة انتشار الفيروس في الصين، الطائرات المصرية أجلتهم من الصين وجابتهم هنا في مستشفى النجيلة في برج العرب وتعمل لهم كل المعالجة في مصر. لما حصل اعتداء على أبنائنا في ليبيا، مصر لم تصمت،
ذهبنا وقصفنا الارهابيين في ليبيا وعدنا بالجسامين وكمان انشانا كنيسه للشهداء. كل اللحظات الفارقه دي اظن انها ادت رساله للمصريين في الخارج ان عهد التهميش ولا الدوله جاده في بناء جسور ديمقراطيه وثقه حقيقيه. في مشهد امبارح واول يمكن انا يعني عشان مهتم بالعمليه السياسيه من سنين مشهد تاريخي بالنسبه لي وهو وجود الجيل الثاني والثالث من المصريين الشباب في الانتخابات ان هم رايحين ينتخبوا، مش بس كمان وجودهم. رفعوهم لجواز السفر المصري الاخضر وهم فرحانين بانتمائهم لمصر وممكن يكونوا ما جوش مصر الا في رحلات سياحه لان انت عارفه دول المولودين هناك في الدول الاخرى، لكن فرحتهم بامتلاكهم وانتمائهم لمصر ورفع جواز السفر المصري اظن دي رساله كبيره جدا ويجب ان يتم توثيقها واعاده نشرها في الاعلام لان ده بيرد على كل المشككين وكل المتامرين اللي كانوا بيقولوا ان المصريين مش هينزلوا الانتخابات، فما بالك ده اقبال المصريين في الخارج. ان شاء الله يوم 10 و11 و12 هنلاقي زيه اضعاف 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 امام الصناديق. صحيح، ويمكن المصريين في الخارج تحديدا كانوا قبل وزاره الهجره والمجهود اللي قامت بيه على مدار السنين اللي فاتت كانوا عندهم شعور بالعزله او بان هم منفصلين عن الوطن نوعا ما، خاصه الجيل الثاني والثالث اللي حضرتك اشرت اليه اللي اتولدوا بره. بالفعل فكره التواصل طول الوقت وانه انت مربوط ببلدك مهما بعدت في الاخر انت هترجع لبلدك، فلازم تكون مشارك في القرار، مشارك في كتابه مستقبل هذا البلد. تعميق الانتماء انك تبقى فخور بعلم بلدك وبترفعه، فخور بباسبورك وبترفعه طول الوقت للاجيال اللي اتولدت بره مصر، لكن ربطهم بالبلد طول الوقت هي رساله لكل دول العالم. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ اكمل نجاتي عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، هذا مشهد لنا ان نفخر به. هيكملوا مشهد كمان المصريين في الداخل ان شاء الله منتصف هذا الشهر وهنشوف الاقبال، لانه احنا بنراهن على وعي المصريين يا اسماء، وطول الوقت لما بنراهن على وعي المصريين دايما بنكسب الرهان. الحقيقه ده فعلا.